بيت المرأة الفلسطينية بضم سيدات فلسطينيات مريضات سرطان وناجيات منه، بتحدوا الظروف والواقع اللي عاشوه، وبنفس الوقت كمان بتحدوا الظروف الصعبة اللي هم بمروا فيها. ففكرة بيت المرأة الفلسطينية هو احتواء لهؤلاء السيدات المريضات السرطان ودعمهم والوقوف بجانبهم بمشاريع صغيرة وتطويرها لغاية ما يوصلوا للريادة أو يوصلوا للسوق العالمية أو توصل قضيتهم وتوصل معاناتهم للعالم العربي والعالم الأوروبي. إنه سيدات مريضات سرطان، سيدات فلسطين يتحدوا الظروف القاهرة، يتحدوا الظروف المرضية رغم كل شيء بالإبرة وبالخيط، بحيكوا معاناتهم وبرسموا معاناتهم بالإبرة وبالخيط. كانت فكرة البيت المرأة الفلسطيني إنه بقدر الإمكان نحن نحتوي هدول الفئات، ندعمهم، نطور من مشاريعهم، نحاول إن نوقف معهم بالظروف اللي بمروا فيها. منتجاتهم هي الكل يشتري منها، لتكون دعم لإلهم ودعم لوضعهم المادي الاقتصادي، دعم لمرضهم كمان، إنه رغم مرضهم هن بينتجوا سيدات منتجات فعالات في المجتمع الفلسطيني وقادرات على تحدي الظروف. احنا غالبا المرضين نفسهم، انا بحبش اوصف انه احنا المرضين، احنا اللي بدي اسمي حالنا انه احنا اللي تغلبنا على المرض، احنا اللي التحدي، هذا مشوار، هذا التحدي. احنا هنا بيت اشتغلنا مع بعض، عرفنا نقاط ضعف بعض، واللي عندها نقطه قوه بتدعم الضعيفه، فصرنا نكمل بعض، صرنا نكمل بعض هنا انه احنا بنساعد بعض في هذا الموضوع، موضوع المرض وموضوع انه انا اقدر اوفر علاجي، اقدر اوفر لابني لبنتي. هذه ما بتقدر، فيش حدا بيطلع من بيته الا بكون ناقصه شيء. وانا بالنسبه لي في ظل الوضع الراهن احنا الاقتصادي طبعا واللي احنا بنمر فيه، لازم الوحده اذا ما طلعت تشتغل وتساعد بيتها حتحتاج الناس. نساعد ناس واصلين لمرحله الياس، نستنى اليوم اللي بده يموت فيه، لا، احنا بدنا نوصل هدول الناس. احنا قد ما نقدر بدنا نجيب صبايا وسيدات، بالذات السيدات والاطفال اللي بيعانوا من الامراض هذه، بدنا نجيبهم نحكي لهم احنا معاكم واحنا بنساندكم. عملنا هذا البيت وأسسناه فكرة إنه الوضع المادي اللي بنعيشه والنفسي بيحتاج إنه نكون دائما دخلنا منيح، لأنه معظم أمر المرضى بيشتروا العلاج مش من الدولة. الظروف صعبة في بلدنا، إنه الواحد مش دائما أهله بخير ووضعهم يمدوه بالمصاري بالعلاج. فكان الوحدة، كل وحدة عندها ميزة بتشتغل فيها على حالها، ممكن تفيد بيتها وتفيد مجتمعنا، اللي هو التطريز، الخياطة. إحنا بنشتغل على حالنا وبنتعب من حالنا وبنجيب قوت يومنا وقوت صحتنا اللي هو دوانا. المرض مش كذب، ولا واحد بقول لك لا والله عادي سرطان زي أي مرض. أنا واحدة من الناس بقول لك موتت 3-4 مرات في السنة بكون ميتة، يعني بيقولوا لأهلي بنتكم ميتة سرية، فيش يومين 3 ربنا بيقويني، ورايا مسؤولية، فيش إمكانية، أولادي برقبتي، إذا اليوم أنا انهرت بيتي بنهار، مستقبل أولادي بنهاره، زوجي اللي زيه مش موجود عندي عشان يوقف معايا ويسندني. Thank you.
في نت عندكم ها؟ شيك عليه بالله عليك.